دلوقتي يجي معنا مع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة، وأيضا النهاردة في مباراة الأهلي مع فريق الوداد في لقاء الإياب في نهائي دوري أبطال إفريقيا. بالنسبة للأحداث اللي هتحصل النهاردة، فجلسات الحوار الوطني هتعود للانعقاد بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء، وهيتم مناقشة موضوعات تعزيز العمل الأهلي وقانون حرية تداول المعلومات. النهاردة هتشارك دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في اجتماع وزراء التنمية ضمن أعمال مجموعة العشرين المنعقد بدولة الهند بصفتها رئيس الدورة الحالية للمجموعة في الفترة ما بين 11 ل13 يونيو الجاري. وبيهدف الاجتماع لتزويد الوفود والمشاركين بالمعلومات الخاصة بالتنظيمات الإدارية واللوجستية، ومن المقرر أن تشهد اجتماعات الفترة الحالية عقد جلسة بعنوان الإجراءات الجماعية التعددية لتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، وأخرى بعنوان التنمية الخضراء نهج حياة. النهاردة العشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع مباراة قوية في إطار مباراة الإياب بنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، واللي بتجمع بين الأهلي والوداد المغربي على مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا بالمغرب الساعة 10 بالليل بتوقيت القاهرة.